دعاء ناقصة اللي عملت كده. طيبين. كده على المكتب. ليه ما خدتش حالي؟ ده احنا بنجيب بتاع المحكي. ليه يا؟ ما فيش مخازن. مين مش مخازن؟ مين مخازن فيه؟ مين قال لك كده؟ ما هي عندي بين مخازن. أنا كل يوم بقول ألو. الكلام ده كده أنت بتقول أي كلام. محضر وسمعت يا أستاذ. يلا انا عندي اللي قلت لك قلت لك ايه كلمني يا حاج انا بكلمك قلت لك ايه بتاعت التموين قلت لك شيل خبي السكر بتوع التموين هياخدوهم ببلاش اشتروهم طب ما تاخدوهم مش مواطنين ليه؟ هم قالوا خليهم خد انت واحده طلعت مع الرقابه الاداريه النهارده بنمر على المجمعات احنا دلوقتي في المجمع العام 1000 بالتفتيش لقينا السلع ناقصه مفيش رز مفيش سكر مفيش زيت الزيت قليل فبالتالي عنده السلع ناقصه وجدنا سكر اللي هو بيصرف للجمهور ب 10.5 عنده في المخزن 140 كيلو فبالتالي تعمل له محضر بالموضوع ده لانه كده اتصرف في حصه تموينيه بدون وجه انا واحده عجوزه باخد ازازه زيت واحده انا وابني ازازه زيت واحده تعمل لنا ايه نساله نقول له في سكر يقول لا واديكوا انتوا طلعتوا السكر واحنا واقفين والله مشوار واعر يعني على طول نجي من العيش ونمشي يلا باشا محضره شوي القدر جالك مش هيتغير دي خلصانه انت عارفه هي هتخلص النهارده صح اسمعي بس انا هكلمك تخلص النهارده دي ما بيمشي ليها من العرض اما حضرتك قلت ان جنبها نحط عليها ورقه من ورا دي دي مش مشكله كرتونه وعرض الصفحه اكيد مش عارف ليه اصلا بايظ هما كانوا شويه في كرتونه وشويه دول دول حلو كام يا استاذ 19